السلام عليكم. فوضية الانتخابات أعلنت النتائج الأولية بنسبة 94% بنسبة مشاركة عبرت 41%. وإليكم النتائج في بغداد. تقدم ونبني ودولة القانون يتصدرون، في البصرة تصميم ونبني ودولة القانون، وفي ميسان نبني ودولة القانون وتحالف قوى الدولة، في ذي قار نبني ودولة القانون وقوى الدولة، في القادسية نبني ودولة القانون وقيم وقوى الدولة، في المثنى دولة القانون وقوى الدولة ونبني وابشر يا عراق، وفي بابل نبني ودولة القانون وقوى الدولة، في كربلاء إبداع كربلاء ونبني ودولة القانون وابشر يا عراق، وفي واسط واسط أجمل ودولة القانون ونبني وقوى الدولة، وفي النجف نبني ودولة القانون والوفاء، في الأنبار تقدم والأنبار هويتنا التابع لتقدم أيضا وقمم والسيادة وعزم، في صلاح الدين الجماهير الوطنية والإطار الوطني والعزم وتقدم رابعا، في نينوى نينوى الأهلها أولا والديمقراطي ثانيا وتقدم خامسا، ديالة ديالتنا الوطني وتقدم والسيادة وعزم، وكركوك كركوك قوتنا والاتحاد والتحالف العربي وجبهة التركمان والقيادة والديمقراطية. هذه النتائج تقول المفوضية أنها نتائج أولية يعني قابلة للتغيير، لكن على أساسها تقدر الأحزاب السياسية تحسب مقاعدها في هذه الانتخابات. الملاحظ أيضا أنه بعض المحافظين حافظوا على وجودهم واستطاعوا أن يحققون فوز قوي في البصرة في كربلاء وفي واسط. جديد أحييكم مشاهدينا الكرام وأحيي ضيوفي السيد محسن الموسوي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، والأستاذ محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية، والأستاذ عمار البهادلي الخبير في شؤون الانتخابات. حياكم الله ضيوف الكرام. حياك الله سيد. شيني أولا خلنا نأخذ الشكل العام مال أداء المفوضية وننتقل بعدين للتفاصيل المتعلقة بها. الشكل العام لأداء المفوضية عليه هواي ملاحظات. يعني شنو ملاحظاتك أولا أنت وبعدين احنا نتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين الكرام. عمل مفوضية الانتخابات مختلف عن جميع مؤسسات الدولة. اليوم مفوضية الانتخابات هي الحكم بين الأحزاب السياسية المتنافسة في عموم المحافظات العراقية، ودائما الفريق الخاسر يلقي اللوم والتهم على الحكم بعدم الانصاف. هذا حقيقة جانب. الجانب الثاني حداثة التجربة الديمقراطية في العراق. اليوم العراق 20 سنة على التجربة الديمقراطية، مختلف عن الدول الأخرى اللي لديها أكثر من 100 سنة بيئة ديمقراطية. 20 سنة وما مسوي لهم نظام انتخابات. 20 سنة أكثر من 100 سنة ترى. نعم. جيليا به. نعم. فلذلك حقيقة هذا يولد ضغط على مفوضية. راح أجيب لك الموضوع الآخر اللي تقول أنت 20 سنة. إحنا ما عندنا استقرار سياسي، وبدليل على ذلك اليوم قل أنت كم مرة تعدل قانون الانتخابات قبل كل حدث انتخابي يتعدل. ويعدل القانون الانتخابات هي الكتل السياسية الفائزة في داخل مجلس النواب، وتفصل قانون الانتخابات على مقاساته وتجبر مفوضية الانتخابات أن تصدر أنظمة وإجراءات تنظم عملها بما ينسجم مع قانون الانتخابات سواء مقتنعة به أو ما مقتنعة. يعني توقع أنت في سنة 21 عندما تم تشريع قانون مجلس النواب وفق قانون الدوائر المتعددة، هذا القانون حتى ما أخذوا رأي مفوضية الانتخابات في عملية تقسيم الدوائر باعتبار أن هي الجهة الفنية الحصرية المسؤولة عن عملية تقسيم الدوائر بالتنسيق مع الوزارات المختصة لوزارة التخطيط ووزارة البلديات وغيرها. ما حصل هذا الأمر تماما، ويطلب منك أنه تجري انتخابات وفق أي ظروف. هذا جانب. الجانب الآخر في هذا الموضوع، احنا سيد بغض النظر عن كل شيء، احنا قبل الحلقة متناقشنا بالموضوع هذا. يعني معقولة أنت مؤتمر صحفي تتعاركون على مودها ليطلع
معقولة هذا المؤتمر الصحفي يعني يليق بإعلان نتائج انتخابات؟ مو هي مشكلة يعني، يعني حقيقة يتعاركون على مود ياهل يطلع ياهل يسبق الثاني. أنت لا تتكلم عن هذا الموضوع اللي نتكلم بيه أنا وياك اليوم. المفروض الانتخابات هنالك ضغط سياسي كبير من قبل قادة الكتل السياسية على أعضاء المجلس، على العاملين في مفوضية الانتخاب، بضرورة إسراء الإسراع بإعلان النتائج، إعطاؤنا الأصوات وغيرها. إضافة للقانون ألزم ضغط غير نوع، ألزم مفوض ضغط بكل الأنواع. يعني مثلا شنو النوع؟ ضغط بتهديد بالاستقالة، بالإقالة، بغيرها، يعني هواي أمور. فلذلك مفوضة الانتخابات التزاما وانسجاما مع قانون الانتخابات يعني التزمت بعملية إعلان النتائج وفق 24 ساعة بما رسمه قانون الانتخابات. تهديد بإعلان بالإقالة أو الاستقالة إذا ما شنو؟ إذا ما سوى النتائج على قياسه؟ بغض النظر على مارد، هذا مو موضوعنا الاساسي. لا لا موضوع مهم هذا. لا 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 جاي اتكلم لك عن حجم الضغط السياسي. احنا مو نتكلم عن دول راسخه بالديمقراطيه، والجهات اللي تنظم الانتخابات هي جهات يعني تعمل بأريحية. مثلا عندك في لبنان وزاره الداخليه هي اللي تقوم بالانتخابات. عندك في النرويج كلية القانون هي من تقوم بالانتخابات مع بالتنسيق مع وزارة البلديات. تعمل بأجواء مريحة ليس عليها ضغط سياسي مثل ما احنا عندنا اليوم الضغط السياسي. وأي خلل وأي فجوة يعني تكون يعني ضمن مسلسل الانتخابات قد تؤدي إلى حرب أهلية، قد تؤدي إلى مشاكل سياسية، قد تؤدي مشاكل تنسحب إلى الشارع. لذلك الموضوع معقد. موضوع إدارة الانتخابات في بلد مثل العراق جدا صعب، ويحتاج لذوق سياسي خاص، ويحتاج لفهم خاص. بها ترضيات، بها ترضيات من الداخل. مو قضية الترضيات، مجرد الذوق السياسي إنه يكون حاضر في هذا الموضوع. لا أقصد المفوضية تلجأ إلى ترضية بعض الأحزاب. أبداً ما تلجأ أخي العزيز، هي راح أكو صناديق اقتراع جاي ترسل إلكترونياً وتعد وتفرز إلكترونياً ويتم إعلان النتائج. ما في ترضية. الترضية في مجال الالتزام ب يعني الجوانب القانونيه وفق المده المحدده. خب هذا مطلوب من عندهم، يعني مطلوب من عندهم ورغما عنهم. هذا هو قانون وتشريع. يعني انت خلال 24 ساعه انت تعلن النتائج قبلت. والمفروض المفروض يعني انت تلتزم بالقانون. اكيد التزمت مفوضيه. فلذلك انا شوف هسه الملاحظه، التزمت مفوضيه الانتخابات باعلان النتائج، لكن المرشح يريد عدد الاصوات، الحزب السياسي يريد عدد المقاعد، بينما مفوضيه الانتخابات يقول لك احنا اليوم اعلنا ما يقارب 94.5% من النتائج. عندنا سته، هاي السته بالمئه متحركه متارجحه، يجوز تصعد مرشح على مرشح اخر، يجوز تاخذ مقعد من كيان سياسي الى كيان سياسي اخر قريب من عدة بعدد الأصوات. ماكو كيان سياسي أو مرشح راح يقبل بهذه النتائج. هذا جانب. الجانب الآخر في هذا الموضوع، اليوم عدد المرشحين عندنا في العراق ما يقارب 6000 مرشح. عدد أعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة والإقليم في عموم المحافظات العراقية 275. زين. مقدما إحنا عندنا 5750 مرشح وخارج المنافسة. ما راح أشوف ولا أنت شوف، أنت راح تتابع الإعلام. ما عندنا ثقافة الخاصة، ما راح يطلع حزب سياسي أو فصيل سياسي أو مرشح يقول أنا خسرت لأن ما عندي جمهور، أنا خسرت لأن ما قدمت فد شيء الناسي. مو أحياناً سيد عدم التنظيم يؤدي إلى التشكيك. نعم. يعني أنت من تشوف الآن يعني أداء بهذا المستوى، مو بس الناس حقها تشكك. نعم. يعني لا هي قضية آنية. ما أدري يعني. آنية يعني ما كانت مخطط لها هذا الموضوع، موضوع آني يصير يعني مو فد شيء. تصير مرة مرتين عشرة. لا هي أول مرة. إذن تقدم لشنو هاي اللي قدامك؟ هاي كل أو حياك الله أولاً. كل شو كلاش راح نسولف لكم. يلا بلش. شو راح يحصدون الجماعة من هاي القصة؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه الاستضافة. تحية لك ولجناب السيد وكذلك إلى الضيف الثالث معنا وجمهور قناتكم الوقرة. يعني هذه النتائج هي أبرز النتائج، هي متوقعة، أغلب النتائج هي متوقعة. الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات كانت تشوبها الكثير من الضبابية، الجو السياسي المحتدم، مقاطعون، مشاركون، وهناك يعني القرار من المحكمة الاتحادية على تقدم على السيد الحلبوسي، المفوضية يعني منتهية الفترة، قريب على انتهاء هذه الفترة. البرلمان ما في يعني رئاسة، رئيس برلمان إلى هذه كلها ألقت بظلالها على الجو العام للناخب. الانتخابات مو فقط كتل سياسية وتحالفات وأحزاب، لا،
اللاعب الأساس هو الناخب. الناخب. الناخب يتأثر بهذه الأجواء. طبعاً. يأخذ المعلومة من الإعلام، من الميديا، من السوشيال ميديا، يتأثر. فبالتالي النتائج عندما تأتي بهذه الطريقة بهذه الأرقام، زين، هذه متوقعة نحن كمراقبين. هذا جانب. زين. جانب آخر، أكو فرق بين الأرقام اللي أعلنتها المفوضية وفرق ما بين الأرقام، ما بين المقاعد اللي راح كل فصيل سياسي راح يحصل على المقاعد. وأكو فرق. وأكو حتى بالمناسبة للرأي العام هاي ما فيها فائدة اللي أعلنتها المفوضية. لا، هاي أوزان. لازم كل واحد من المواطنين اثنين في شو اسمه هالقد 1200,000 في 7 تقسيم. لا لا، هاي مو هذا، مو شغل المواطن، هاي شغل المفوضيه. هي حتى معادله على ساينت ليجو راح تحسبها وتطلع. اكو فرق بين المقاعد، هسه الفرق الاول عرفناه بين هاي الارقام اللي اعلنت متقاربه جدا وما بين المقاعد اللي راح تحصلها على ضوء هذه الارقام وفق التقسيم على معادله ساينت ليجو. اكو فرق ما بين المقاعد وما بين التحالفات السياسيه. يعني ليس فقط هو من طلع اليوم الرقم العالي وعنده مقاعد هو اللي راح يشكل المحافظة. 100%. هذه تحالفات. هاي نقطة ثانية. هاي نقطة. هاي مرحلة ثانية. زين، طيب، المتوقع بالموضوع. المحافظ الناجح ثبت نفسه وقال يا مرشحين ترى أني محافظ ناجح راح أكتسح الأصوات. زين. والناخبين عندي مقدرين عملي وأدائي وشخصيتي بالمحافظة، أديت للمحافظة. واستحقوا هذا وكنا متوقعين. ابو البصره كنا متوقعين، جوز مقدرين غير ابو كربلاء كنا متوقعين له، ابو الكوت كنا متوقعين له. بعض المحافظين يعني عيب عليهم مرشحوا. يا اخي انت لم تقدم شيء. مثل منو؟ هاي محافظين. هاي محافظين بانتخابات 21 انت محافظ ترشح للبرلمان وما تجيب لك 300 صوت. زين. وتيجي بهاي الانتخابات يعطوك تسلسل متقدم الكتله مالتك وما تجيب لا فدت كتلتك ولا فدت نفسك. ما اصلا ما يعني ما لها معنى وفازت. لا 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 ابدا. شوف هاي الانتخابات استاذ سالم محمد اختلفت عن الانتخابات السابقه. زين، سواء استجدتنا على ورقتك ايش راح تقسم بها؟ شنو طلعت بها؟ طلعت بها اول 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 المقاعد. اول ما طلعت بها. ايه؟ لا، المقاعد مو شغلي انا اطلع. ايش طلعت بها؟ هاي هاني اقول لك طلعت الفروقات ما بين المقاعد وما بين الارقام. يعني مثلا بغداد تقدم لحد الان بال 94% ونبني ودوله القانون. ما بيناتهم فارق ضئيل بالكسور. هذا ما يفرق بالمقعد الواحد. يعني ممكن يكونون متقاربين حتى بنفس المقاعد. يعني ممكن، يعني ممكن هذا ياخذ 8 هذا ياخذ 8 9 هذا هاي ما راح تفرق. زين. لا يقول اني مثلا التقدم اني فزت والله بغداد وجبت رقم. هذا الرقم لا يعني شيء امام المقعد. زين، وعندك 6% بعد. اي بس تقدم، فازت الاولى وابارك لها على بغداد. ابارك الى تقدم والى نبني والى دوله القانون، وابارك الى الفائزين في كل المحافظات. زين. هاي حقيقه قد ثبتها. اثنين، نبارك الى المقاطعين. ليش؟ انطونا وجه للديمقراطيه حقيقي في عمليه سياسيه فيها الكثير من التعثرات. هذا الوجه الجديد للعمل الديمقراطي بالمقاطعه، وعندك أجواء آمنة بالانتخابات، ما صارت بها قلاقل، ما صارت بها مشاكل، أجواء أمنية مستقرة، هذا يسجل إلى هذه الانتخابات. زين. النقطة الأخرى، يعني العمل الفني للمفوضية أنا متحفظ عليه، لكن بالمستوى العام أثبتت هذه المفوضية بهذه الانتخابات هي أفضل من سابقاتها. الجانب الآخر، الجانب يعني النزاهة لحد الآن ما في تشكيك. بمن؟ بالنتائج اللي اعلنت الان. ده هو بعد هي. لا لا، مو قال لك، قال لك قال لك السيد، قال لك انه انتظرهم انتظرهم بعد. انا اتوقع هسه انا اتوقع ما راح تصير اعتراضات على النتائج بالتشكيك مثل الانتخابات السابقه. تمام. ليش؟ من هذه المعطيات اللي طلعناها. الامر الاخر، هذه الكتل السياسية قاطبة أستاذ محمد أخفقت. وين أخفقت؟ أخفقت في مرحلة هي أهم من الانتخابات. هذه المرحلة هي مرحلة تحديث البطاقات. لو شادين حيلهم ويا الناخبين وداروا الناخبين من أول يوم لتحديث البطاقات كان ما صار عندنا هذا العجز بنسبة المشاركة. تمام. ليش؟ عندي ضيف ثاني. أنا بتقديري. هاي يعني أغلبهم ما راحوا حدثوا بطاقاتهم ولا. ومرحلة التحديث بتقديري هي أهم من مرحلة الانتخابات. لأنه شنو الفائدة؟ أنت ما تشد
ماكيناتك الانتخابيه على التحديث وتجي على الانتخابات، هو اللي ما عنده بطاقه محدثه ينتقب. فاذا قضيه هاي البطاقة. لا 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 هاي امور امور اساسيه. لا بس اسمعني، حتى فنيا انت هي. لازم تروح للمركز الانتخابي ولازم تحدث وتوقف قدام صوره وقدام كذا، هاي اسويها ورق جواله، اسويها الكترونيه، هاي من هاي من مسؤوليه المفوضيه والكتل ومنظمات المجتمع المدني، تسهلها على المواطن. تمام ورق جواله استاذ عمار، يجون على مواطن مواطن. تمام استاذ عمار، نسبه الانتخابات 41%، منين اجت ال 41% اغلبها؟ بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك الكرام. يعني حقيقة أنا أردت أقول لك أستاذ محمد، أول شيء برنامجك بيه خطوط حمراء لو أخذ راحتي. هسه مو بس لا حمراء ولا صفراء ولا زرقاء، فوت سالم راح. أستاذ محمد حبيبي، أنا سؤالك هذا كان كل شيء يدور ببالي وكنت أتمنى أسلط عليه الضوء. يا سؤال معدن. اللي هو موضوع الـ 41%. حقيقة المفوضية، خلينا بالبداية نقول بذلت جهود لمدة 6 أشهر بجدول عمليات كانت حقيقة باحترافية عالية، لكن أخفقت بمسألتين. مسألة الاقتراع الخاص بالرغم من محاكاة 4 عمليات محاكاة، لكن توقفت 75 إلى 70% من صناديق أو من أجهزة الاقتراع الإلكتروني. هذا سوى إحباط عند الناخب العراقي، وبالتالي كانت هذا الموضوع ألقى بتداعياته على الاقتراع العام. هذه مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين، عندنا 23 يمك ورقة وقلم وسجل أستاذ محمد. عندك 23 مليون ناخب، اللي حدثوا بس شقد 17 مليون ناخب. هسه اللي قدام شقد قاطعوا؟ هذا اللي قدام قاطعوا عندنا 6 مليون. زين، من 17 مليون أو من 23 مليون صوتوا بس 6، شلون تطلع لي النتيجة 41%؟ هذا الموضوع حقيقة أعتقد مغامرة. يمكن يكون 41%، لا 41% من عدد المصوتين. لا أستاذ حبيبي، بالنظم الانتخابية، بالنظم الانتخابية بطاقة الانتخاب وبأدبيات الانتخابات بكل الدول الديمقراطية المتجذرة والراسخة والحديثة حتى. زين، نحتسب عدد الناخبين المؤهلين للانتخابات بغض النظر عن موضوع البطاقات البيومترية. أنا أجي أحسب شقد عندي ناخبين، 23 مليون شقد صوتوا 6، النتيجة تطلع نسبة التصويت ما توصل بأحسن الأحوال 28%. هسه إذا حسبناها شقد تصير؟ أنا بتقديراتي تقريبا رقم أولي 28%. 28% هاي من عدد الناخبين. طبعا هذا الموضوع تكرر، كان 41% شلون صارت؟ بانتخابات 21 المبكرة نفس الحال، المفوضية تعتمد بس على عدد المحدثين البطاقات البيومترية. زين. وهذا انا اعتبر مقامره ومغامره ب يعني هذا عمل المفوضيه وهذا انجازها الكبير، لكن هنا أنا ايضا اخفقت في هذه المساله. نروح بالنسبه لموضوع لا المشاركة. لا وقف 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 وقف، لا تروح. نعم لا لا وقف لا تروح. مو انت سالتني على المشاركه، خليها لا المشاركه هي هاي. انا هسه انت طرحت اشكال مو عادي. نعم انت هسه بحسبه، انا ما اعرف المفروض من المفوضيه يردون عليك هسه، ما ادري اذا الأستاذ محسن أيضا يشاركنا، بس نعم. أنت هسه حسبت حساب هذا 23 مليون، طلع لي هسه حساب عرب. ها؟ حساب عرب 6 مليون من 23 مليون حتى الربع ما يوصل. زين ربع، خلينا نقول الربع. ايه زين شقد 25، روح شوية فوق الربع 28% بالزايد سالم محمد. زين منين جابوا بقى هاي القصة؟ حسبوا على أساس المحدثين فقط للبطاقات المحدثين. نعم زين. ايه هاي قلت لك عليها اكو فرق بين الانتخابات وبين البطاقات. فخليني احكي على موضوع المشاركه استاذ محمد. ايه انت سؤالك هذا. ايه موضوع المشاركه حقيقه كان هنالك نسبه عزوف انتخابي او نسبه عزوف من الناخبين بدرجه عاليه. هذا مره برسائل احتجاج سياسيه، ومره بمعاقبه او عقاب جماعي لتركه ثقيله، خصوصا موضوعة المجالس المحلية وهذا الجمود اللي رافقها وقرار المحكمة الاتحادية بتجميد مجالس المحافظات بعد التلكؤ وسوء الخدمات والتلاعب بالمال العام. اليوم يجب أن يكون هنالك، وأنا طرحتها بيومي الاقتراع العام والخاص، قلت هذه فرصة أن نصحح ونتصالح وأن نجري عملية مصالحة ما بين الطبقة السياسية والمواطن. زين. لكن بالنتيجة أعتقد كان المواطن راد أن يدلي بدلوه بهذه رسائل الاحتجاج وبالمقاطعة وبالعزوف وعدم المشاركة. شنطتنا انطتنا نتائج، طبعا هي مو كلش مغايرة للنتائج السابقة بعام 2013 و2009.
النتائج كانت خصوصا في منطقتي الفرات الأوسط والجنوب، كانت يعني أربع قوائم تقريبا، هي كان هنالك تباين في يعني في الأرقام، هذا التباين بسيط جدا بحيث هذه الأربع قوائم تنافست على المقعد على الدرج المركز الأول والثاني والثالث والرابع، هذا الموضوع طبيعي، ما عدا بعض القوائم اللي هي نسميها ذات تركيز مناطقي، مثلا تصميم في البصرة وإبداع كربلاء اللي هي أعتقد لمحافظ كربلاء الخطابي. هذه القوائم طبعا هي قوائم ذات طموح مناطقي، يعني ما امتدت إلى مستوى بغداد وممكن كربلاء والنجف، عندنا قوائم اليوم مثل ائتلاف دولة القانون نافس فيه 12 محافظة، عندنا نبني نافس فيه 10 محافظات، بالتالي كانت أوزان هذه القوائم متقاربة. أنا أعتقد اليوم المرحلة القادمة ستكون هنالك إشكالية، الإشكالية هو شنو؟ على موضوعين، الموضوع الأول هو اختيار رئيس مجلس محافظة، والثاني هو انتخاب المحافظ، باعتبار أنه المادة 7 من قانون رقم 21 لسنة 2008 هو قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ينص على أنه يجب أن يكون انتخاب أما رئيس المجلس والمحافظ بالأغلبية المطلقة، أي 50+1. أعتقد لحد هذه اللحظة فقط أبو كربلة اللي هو محصل هذه 50+1 على ما أعتقد كنتائج أولية. بالنتيجة اليوم راح يكون هنالك ربما تنافس واحتدام حول موضوعة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، وإذا كان الإطار حقيقة يشتغل على استراتيجية إطار يعني شيعي مصغر في كل محافظة، سيكون هنالك ربما قولة أخرى لهذا الموضوع. بمعنى طبعا أنا هسه بس أرجع وياك يا أستاذ عمار، أرجع وياك للبداية، لأول سؤال أنت سألتني سألتك قلت لي هذا البرنامج ما فيه خطوط حمراء، أنا قلت راح تجينا الصواريخ من يمك واحد ورا الثاني. نعم. وراح تطلع لنا سوالف مثل هسه شنو هي اخو هسه ما بي خطوط حمراء وينك؟ يعني هسه انت هذا مال 41 بيه هذا مو خط احمر مثلا؟ ليش شنو الخط الاحمر بيه؟ ها ليش؟ 26% مفوضيه تعلي لي 41% ونسبه انتخاب ما توصل 30%، يعني استاذ انتوا هذا الموضوع ليش احنا نستهين به؟ اي هي هاي المهمه؟ طبعا مهمه. هاي قصه كلش كبيره هاي. يعني انت برايك هذا مو مهم؟ لا بالعكس مهم، بس استاذ محمد بس يعني تريد اقوى منه؟ ما ادري تريد اقوى هسه شلون بالله نفجر الدوله. خلنا نشوف سيد محسن. بالنسبه هاي القصه اللي ذكرها استاذ عمار يعني هاي مصداقيه المفوضيه؟ لا جاي هذا الموضوع تنضرب بالنسبه تعديل قانون الانتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون مجلس النواب اللي هو كان قانون واحد، وعندنا اشكاليه على دمج القانونيه، أشار بشكل صريح وعطى تعريف جديد للناخب، يقول الناخب هو من يمتلك بطاقة بايومترية، يعني عطى وصف جديد اللي عنده بطاقة هذا عنده. فعدد الناس اللي استلمت فتحت مفوضية فترة تحديث سجلات الناخبين وناس جت تحدثت وطبعوا لهم بطاقات جديدة، وصل العدد إلى 6 ملايين وكسر تقريبا، العفو 16 مليون وكسر. فعدد المشاركين بالتصويت العام والتصويت الخاص هو 6 ملايين وايضا وكسور وياها، فمن تسوي نسبه وتناسب تطلع 41% على شنو؟ على عدد اللي مستلمين البطاقات. الاشكاليه اللي اثارها استاذ عمار هي اشكاليه حقيقيه احكي لك اياها، انه عدد الناخبين الحقيقه، انا بس اريد اوصل لمعلومه استاذ عمار، عدد الناخبين في العراق هو 27 مليون بالمناسبه حتى من دخلنا مواليد 2005، بس طلعنا 3 ملايين وكسر اللي هو شنو؟ المحافظات غير المنتظمه باقليم اللي هي مثلا دهوك واربيل وسليمانيه، يصفى العدد ما يقارب 24 مليون، 24 مليون عند ما طلع 6 ملايين يطلع تقريبا نسبه المشاركه 28% الحقيقيه استنادا الى عدد الناخبين، مو اللي هي النسبه اللي اعلنتها المفوضيه اللي هي 41%. ولاحظنا يعني اليوم من الصباح الباكر هواي من الاخوه المختصين بالشان الانتخابي وكذا طرحوا يعني هاي الارقام وطرحوا هاي الاشكاليه وطرحوا هذه النسب المتفاوته. زين هم ليش مجبورين يعلنونها؟ خب هي شوف اذا انتخب واحد واذا انتخب 10 هم نفس القصه، واذا انتخب 16 يعني مليون هي قانونا خلاص ماشي. بالضبط. ايضا القانون اشار على مفوضيه الانتخابات، يقصد مجلس المفوضين، اعلان تفاصيل العمليه الانتخابيه او بيانات العمليه الانتخابيه اللي هي عدد الناخبين المستلمين البطاقه البيومتريه، عدد المقاعد في كل محافظه، يعني هذا المفترض يعلنها. اعود الى موضوع تكلمت به حول انه المواطن او الحكومه ليش ما استلموا بطاقه الناخب او ضغطوا على المواطن. اخي العزيز
اليوم المواطن محبط مو من عمل مفوضية الانتخابات، مفوضية الانتخابات جهة فنية، محبط من الأداء السياسي، محبط من طبيعة الخدمات المقدمة السابقة، محبط من موضوع البطالة، محبط من إلى مجموعة منها. جميع هذه اللي تكلمت عنها تلقب ظلالها على الناخب. اليوم الناخب متكاسل، ما يروح يحدث بياناته، ما يروح يستلم بطاقة الناخب. تدري مفوضية الانتخابات سوت طلعت ورق جواله، أرسلت ورق جواله بالوزارات بالدوائر الخدمية بغيرها بس على مود تحدث البطاقة، وأيضا تجيب البطاقة تسلمها للبيوت من خلال الفرق الجوال، وماكو مؤسسة الدولة. ليش؟ تريد يعني تسهل أمر المشاركة بالانتخابات، تسهل أمر المواطن، تريد ترفع من نسب المشاركة. مع هذا المواطن محبط، واحنا تكلمنا عن موضوع اسباب هواي واسباب سياسيه. نعم اغلبها بالضبط 28%، يعني هنالك 72% هم بين مقاطع بين رافض المشاركه بالعمليه الانتخابيه. يعني اللي فعلا راح وانتخب هم 28%. قد يعادلون 6 مليون 6 مليون و500 وكسر من تقريباً. اصل من اصل 27 مليون من اصل 27 مليون 6 مليون، يعني فوق 6 مليون شوي. نعم، فهذا الموضوع ايضا للمحتاج له وقفه. هسه اذا اريد اتكلم صفنا طويله، اي راد لها وقفه. اذا نجي هسه بعد شويه يعني شلون نقول ندخل بتفصيل في هذا الموضوع، انت تجيب لي المحافظات الشيعيه نسب المشاركه بها بالرصافه 11%، بالمحافظات العماره 11%، بينما ناتي الى محافظه كركوك كانت نسبه المشاركه فوق ال 40%. صحيح. محافظه الانبار 65%، محافظه نينوى، محافظه صلاح الدين، هاي المحافظات اللي هي بالمناطق الغربية هي اللي رفعت نسبة المشاركة. اليوم يعني يحتاج، يعني هسه نسبة المشاركة اللي رفعها إلى هذا، إذا هذا القدر 41% هي المحافظات الغربية، هي المحافظات الغربية مو المحافظات أبداً، المحافظات مو المناطق الشيعية هيك. لا لا لا، خليني أتكلمك بشكل صريح. يحتاج اليوم الأخوة في الإطار في الحكومة وقفة تجاه يعني أنه الناخب رافض اداء هاي الطبقه السياسيه الممثله للمكون الشيعي. زين، على مستوى استاذ محمد، على مستوى هذا اللي تحدث به الاستاذ محسن، يعني هذا النسبه اللي صعدت بالمناطق الغربيه، وكانوا يتحدثون بعض السياسيين انه هذا راح يخل بالتوازن، راح يخل بكذا وقصص هاي. بس هذا ايجابي لو سلبي؟ ايجابي انه احنا شويه راح نبتعد عن قضيه المكوناتيه وقضيه الطائفيه. لو سلبي انه مكون اكو مناطق قلوا الممثلين عنها. شوف، عندنا المحافظات تقسم كالتالي. محافظات 100% يعني مقفلة لمكون، والمحافظات الأخرى التي هي فيها أكثر من مكون، ليست فقط بغداد وديالة، عندنا كركوك وعندنا الموصل، هي يعني محافظات حرجة. الآن تقدم متقدم في بغداد، لكن تقدم متأخر في الموصل، الموصل في صلاح الدين، في الموصل رقم 4. زين، كركوك عندنا الاتحاد مكتسح، عنده 5 مقاعد. صحيح. ديمقراطي قد عنده بس 2، والتحالف العربي عنده 3. بغداد يعني نتائج متقاربه، ولو ما كان هذا الميزان بس المكون في بغداد. نعم نعم، يعني المكون التركماني ما عنده شيء ترى بكركوك، اقل مكون. نعم. بهذه الانتخابات حسب الارقام اللي وردتني هسه، اقل مكون تركماني بكركوك حاصل على الارقام. يعني شلون؟ يعني الان كركوك هي الى الاتحاد السليماني اقرب حسب المقاعد. اها، زين، اتحاد الوطني الكردستاني بالضبط، لان عنده خمس مقاعد حصل في هذه الانتخابات. كركوك وضعها يختلف حتى عن بغداد، أكيد. إديالة كذلك هم بها منطقة حرجة. بالتالي المقاطعة لربما من قبل التيار الصدري أحدثت حرجا في المحافظات الحرجة. هي محافظات حرجة، هذه المقاطعة زادت الحرجة، زادت الحرج في هذه المحافظات. بالتالي وقفة الكتل السياسية باتجاه الناخبين هذه مطلوبة من الآن أن يستعدون إليها، لأنه أي طارئ من المقاطعة، اي طارئ في الجو السياسي، لربما سوف نحصل على هذه اقل من هذه الارقام. يعني هسه لو افترضنا انه قائم حزب ثاني عنده جماهير ينضم للتيار الصدري، صارت مشكله كبيره بالعمليه السياسيه. مشكله كلش كبيره عندنا. يعني هسه مثلا تقدم من قرار المحكمه الاتحاديه على الحلبوسي، كانت كل التوقعات انه التقدم سوف تحضر من الانتخابات. تمام؟ طيب، والجمهور مع التقدم اذا حضر ما راح ينتخب. زين،
بغداد كرخ ورصافة، الكرخ مشاركته أعلى من الرصافة، تقدم جاب بغداد بعمومه يعني معتمد على الكرخ، يعني نسبة المشاركة لتقدم هي أكثر. لو مقاطع تقدم لحسابات سياسية معينة حضر على تقدم، الحلبوسي زعل وقال للجمهور اللي تنتخبون كان صار كرخ ورصافة الثانية لما طلعت الانتخابات. إيش قد يعني عندنا إحنا نسبة مشاركة؟ هذا أيد كلامك إذا كتلة سياسية اجت وصارت يعني كتله سياسيه ثقيله مع التيار الصدري بالمقاطعه، شنو راح يصير عندنا؟ تمام استاذ عمار، لو التيار الصدري شارك بهذه الانتخابات بهذه النسب المتدنيه للانتخابات وبجمهور المنظم واللي يعني دائما يحضر بالانتخابات بقوه، شلون تحقق الان؟ يعني حقيقه بنظام سانت ليغو 1.7 اللي هو افضل ما بي يلاحق اخر صوت انتخابي، كان هنالك قفزة لصالح المكون الشيعي، خصوصا مثل ما تفضل الأستاذ بالمناطق أو المحافظات الحرجة اللي أنا بالتحديد أسميها بالتشخيص كركوك بغداد، اللي هي ذات ديموغرافية متلونة وذات فسيفساء متلون، يعني أدنى بغداد كركوك صلاح الدين ديالة. كان هنالك قفزة لصالح المكون الشيعي بعدد المقاعد. اليوم حقيقة هذا موضوع الانسحاب التيار الصدري و انخفاض نسبة المشاركة، أنا سميتها بأشبه بولادة جنين مشوه، كان هنالك تشوه في أوزان الأحزاب والتحالفات الانتخابية في يعني هسه المكون الشيعي خسر؟ لا طبعا ما خاسر، لا طبعا اليوم في هذه المحافظات خسر له لا ما نحكي بطريقة الخاسر والفائز. نظام سانت ليغو مو مثل نظام الصوت الواحد غير متحول اللي استخدمناه ب21 ذاك يولد لي لعبه صفريه، الخاسر يتنحى عن كل شيء والفائز ياخذ كل شيء. نظام سانت ليغو يفوز للاحزاب الصغيره والاحزاب الناشئه والاحزاب التقليديه ويفوز طبعا المستقلين ويفوز للمراه، هذا افضل النظم الانتخابيه اقربها للعداله. لكن اليوم شفنا اذا لاحظنا وما جبنا طاري الاحزاب الناشئه حقيقه كان حظوظها في ذيل القائمة أو في وسط القائمة طبعاً. بينما كان الأحزاب التقليدية هي دائماً تترأس القائمة خصوصاً الأحزاب اللي ذكرناها. وهسه ما عندهم منجز، وهسه ما عندهم منجز، يعني مثلاً على سبيل المثال الأساس ما عنده شيء. نعم الأساس ما عنده شيء. نعم إذا ما شفنا هسه خارطة الانتشار الجغرافي أعتقد أغلب الأحزاب هسه أبدت ارتياح وفقاً لهذه الأوزان وهذه النتائج، باعتبار كانت هنالك خشية من الفوز في محافظة وخسارة محافظة أخرى، لكن من نتيجة من إجينا ولو معاينة أولية بسيطة ولنتائج أولية شفنا أنه أغلب الأحزاب التقليدية هي عندها انتشار جغرافي في مختلف المحافظات. مثلا أسعدنا بصلاح الدين الإطار دخل بتحالف واحد بمحافظة صلاح، حصل مقاعد هسه هو هنا ضمن مقاعدة بداخل صلاح الدين، بينما بقية مثلا في ديالتنا مثلا في دياله ايضا عندنا مقاعد في في أحسن. في قاعده هذا واحدة. هذا ولد ارتياح. حسه الموضوع وين؟ الموضوع الشور راح نشتغل على اقامه التوازنات داخل مجالس المحافظات، كيف نبني الكتله الاكبر زي. كيف نحسم او ما يعرف ببيضه القبان، منو راح يحسم موضوع بيضه القبان لصالح المحافظ او رئيس مجلس المحافظه؟ هذه ذكرتها انا بالبارت الاول، هذه راح نكون امام وهذا راح يطلع لك واحد عنده مقعد واحد ويميل ليسرى ياخذ المحافظ ويميل نتذكر المحافظ تصير قصه نتذكر هو هذا تحويل الموضوع الى قضيه سياسيه، هذا بمشاكل كلش هواي. يعني هي الناس هسه الاستاذ محسن قبل شويه يقول لك يعني الناس اللي ما تريد تروح الانتخابات يقول لك انا منتخب فلان وفلان على مود هذا يصير محافظ وهذا قاعد يطوني وهذا قاعد مدري شنو هاي القصه يعني، وابتزاز وقضايا تفاصيل هوايه. استاذ محمد بس اذا تسمح لي ما صاير الموضوع خدمي، الموضوع سياسي. نعم احنا دائما نقول انتخابات مجالس المحافظات هي ليست ذات جنبه حزبيه سياسيه بقدر ما هو موضوع خدمي تنفيذي. المفروض المواطن اليوم مواطن خدمه يبحث عن مشاريع، يبحث عن بناء، عن طاقة، عن شوارع، عن مستشفيات، عن مدارس. لهذا السبب شفنا التراجع بنسب المشاركة، لأنه كان هذا التردي في الفترة السابقة واضح، لكن أعتقد وخصوصا في ظل هذه الحكومة وإن شاء الله هذه الحكومة تلقي بظلالها على الحكومات المحلية أصبح هنالك ربما إعادة ثقة ما بين الطبقة السياسية وما بين المواطن،
خصوصا في موضوعة المشاريع الاستراتيجية، لأنه المشاريع الاستراتيجية وفقا للدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم هي من صلاحية الحكومة الاتحادية، أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي لا تقع على عاتق الحكومات شكرا المحلية. شكرا سعد عمار، شكرا لك. أنا أدري عندك التزام وأقدر ذلك عاليا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك في هذه الحلقة. خلينا نرجع طلع لنا إشكالية طلع لنا سالفة جديدة. ماكو واحد لحد هاي اللحظة حسب أنه عندي هالقد. يعني خلينا نقول مثلا على سبيل المثال دولة القانون اللي أنا موجود نبني حسب هسه حسبه والجماعة قعدوا بأوراقهم حسبه وهالقد الفلان وهالقد اللي وهالقد كذا، شنو الطارئ اللي يخليهم يتغيرون النوب؟ التصويت الخاص بعد ما محسوب؟ نعم. اليوم مفوضية الانتخابات أعلنت النتائج بمستوى 94.5%، يعني اكو 6% اليوم لحد الآن ما معلنة. اليوم الأحزاب السياسية بعد إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج مباشرة عندها ماكينات ماكينات انتخابية. هاي الماكينات هو حاسبة. اليوم المواطن ما يقدر، أنت تكلمت عن المواطن غير قادر زي. اليوم هذا شغل ماكينات حزبية حاسبة لابتوب موجود بها هذا البرنامج، يبدأ شي يدخل تسلسلات أسماء الأحزاب وعدد الأصوات اللي حصل عليها، ويبدأ يطبق عليها معادلة سانت ليج 1.7 مباشرة، راح يطلع لك البرنامج يطلع أعلى نواتج قسمة على عدد مقاعد المحافظة. راح يعرف كل حزب سياسي راح يأشر قدام، مثل على سبيل المثال دولة القانون مثلا في بغداد 10 تقدم 10 على سبيل المثال، نبني 9 مقاعد أو كذا. راح المعادلة شلون يختار الأسماء؟ لا لا بلا زال الأسماء بالداخل شلون جايك الأستاذ. فطلعت عنده مباشرة أنه كل حزب سياسي قد يحصل من المقاعد، مثلا على سبيل المثال قلنا تعالوا نبني 10 مقاعد. المرحلة اللي بعدها هي المفترض هذه مفوضية الانتخابات، بس الأحزاب أيضا راح تقوم بها. أعلنت مفوضية الانتخابات يعني ملف PDF نزلت أنه كل مرشح قد حصل عدد من الأصوات. فمن نجية ثاني قلت تحالف نبني 10 مقاعد مباشرة، أعلى 10 يعني من عدد أصوات الأول واحد طلع 12,000، اللي بعده 11,000، اللي بعده 8,000، اللي بعده 6، اللي بعده 4,000، لحد ما أوصل كملت 10 مقاعد. أجيبهم أوزعهم هم ذول العشرة على المقاعد اللي حصلت. سيد محسن بس إذا سمح لي بس في سياق ترتيب الأسماء داخل القائمة يعتمد على الترتيب، يعني ايش قد حصلت اصوات داخل القائمه، عدد الاصوات داخل القائمه. جزء واحد يعني بالانتخابات السابقه او غيرها، واحد يجي اخر واحد اللي تسلسل اخر واحد يجي يصير الاول اول واحد او الثاني حسب اعلى الاصوات. المرحله الثالثه اللي تقوم بها المفوضيه مو الاحزاب السياسيه، قلنا المرحله الاولى توزيع المقاعد على الكيانات، المرحله الثانيه توزيع المقاعد على المرشحين حسب اعلى الاصوات، المرحله الثالثه اللي تقوم بها المفوضيه هي توزيع كوت النساء، انه كل 3 رجال تجي بعدهم امراه، يعني يجوز مرشح من المرشحين طلع له 4,000 صوت راح تزيحها امراه يجوز ب 500 صوت او 1000 صوت مثل ما حصل بالاستحقاقات الانتخابيه السابقه. فتجي كوتا النساء ايضا تخليه. هذا اليوم الشغل هو شغل مفوضيه الانتخابات. اما قضيه توزيع المقاعد والمرشحين اليوم الاحزاب السياسيه هنا بإمكانها. هنا هنا يشكك في عداله هذا القانون وقصته. يعني واحد محصل 4,000 وتجي وحده ماخذه 5 أو 100 مثلا. على سبيل المثال تاخذ المقعد تاخذه هو 5,000 راحه، بس المراه هي اعلى الاصوات في النساء داخل القائمه. اي بالضبط، بس ايش قد ما محصله يعني. راح اجيب لك نموذج اذا يعني بسنه 2014 تحالف المدني حصل فاق الشيخ علي تسلسل 25,000، مثال الالوسي 17,400، حصل جاسم الحلفي 17,000 صحيح، زاحت شروع العبايتي ب 2000 صوت اي و 17,400 ما حصل مقعد. ليش؟ يعني جاسم كان محصل 17,400 وحصل 2 2000 صوت نزلوا ويا سائر الصدر ويا سائرون بوقتها وجابوا لا لا قالوا هم بالتحالف المدني. اي نزلوا بس هذا مو عداله يعني، هاي اصوات الناس راحت بالطريق. تعقيبا على ما تفضل بيه استاذ عمار، انا اختلف وياه. سانت ليجو على تقسيم 1.7 ما تصعد مستقلين، انت شفت المستقلين اللي نزلوا هسه حاليا اليوم كل ما صاروا بذيل القائمه، كل واحد طلع له 1,500 2,000 صوت. ما ممكن اخي هذا القانون صريح مفصل على التحالف السياسي، لذلك اليوم كل ما تكبر التحالفات كل ما تكبر كل ما يحصل اصوات اكثر. النوب ضافوا نقطه اخرى الاحزاب السياسيه، احنا تكلمنا على قانون الانتخابات وهذا عبء على مفوضيه الانتخابات، انه القائمه السياسيه من حقه يقدم على ضعف عدد مقاعد المحافظه. حتى شنو هو؟ حتى مثلا بغداد يقول على 49 مقعد،
عدد اللي يحق له 99 يقدم لان تسلسل 56 شالوه 99 صوت حتى شنو ال 99 كلهم يجمعون اصوات هذا اللي يجمع 100 هذا اللي يجمع 200 وبالتالي يزيد القاسم الانتخابي ويحصلون على عدد اعلى من الاصوات. النقطه الاخيره اللي اذكرها وطن مجال الاستاذ محمد اليوم الموضوع المجالس المحافظات خلينا نكون صريحين الموضوع سياسي ما صار موضوع خدمي. انسحب من سنه 2013 تحولت مجالس المحافظات الى مجالس سياسيه مو مجالس خدميه ما لها علاقه بالبنى التحتيه، اكو اختلاف سياسي بالحكومه ياثر على مجلس محافظه بغداد تغير صار تصويت تغير مجلس محافظة بغداد او محافظة الانبار. اكو موضوع يعني اللي اريد اختم به انه هسه نسبة الانتخابات 41% 28 كذا هي نسبة خطرة وغير مقبولة، خطرة؟ لو لا؟ لا مو خطرة. لانه يعني ما يحددها محدد بالقانون. الانتخابات يعني حتى لو كانت 20% 15% تجرى الانتخابات ويعتد بنتائجها. فالانتخابات ماضية مضت خلص نقطة راس سطر. الآن خلينا نتحدث عن الأوزان. بتقديري الإطار التنسيقي بقى محافظ على توازنه في بغداد وفي المناطق وفي المحافظات الشيعية. تقدم الآن زاد في محافظتين في ديالى وفي بغداد كمحافظتين حرجة في الأنبار هي المعقل مالته عدة ثلاثة أخفق في محافظتين كان أقوى هو بذيك المحافظتين يعني بصلاح الدين وكذلك بنينوى الآن حظوظه قلت. الفائز من كل هذا الموضوع الغلة هي إلى نبني ودولة القانون. كتلتين بالإطار التنسيقي فعلا أثبتوا جدارتهم ماكيناتهم الانتخابية مع تحفظنا على نسبة المشاركة مع تحفظنا على اللي جرى هذا ناقشناه أشبعناه. لكن الآن كيف يفكرون؟ الآن يفترض للإطار التنسيقي أن يعقد اجتماعات حول النتائج. 6% يتركونها على صفحة بعد تطلع بعد 4 أيام 5 أيام ما لهم مشكلة بها. تقدم فبقى من الممكن بتقديري تقدم سوف يتفتت لأنه نعم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب يعني المكون السني ينظر إلى رئاسة مجلس النواب كزعامة للمكون. فعندما يأتي أي شخص من المكون السني الكريم لقيادة مجلس لرئاسة مجلس النواب تقدم باعتقادي سوف يتشظى. تبقى وين المشكلة؟ مشكلة عند عزم وعند السيادة وعند القيادة. هذني التحالفات باعتقادي سوف ما يتشظى من تقدم سوف يأتي إلى هذه الكتل الثلاث ولربما يكون هناك إطار سني مثل الإطار الشيعي. هاي الخارطة السياسية أنا متحفظ على الجانب السياسي ينزل للجانب الخدمي أتفق مع الجانب السيد وهاي نقطة مهمة دكتور محمد أنه المواطن ذكي قال لك هي انتخابات خدمية محلية تشريعية رقابية في الجانب الخدمي جبتوا لي الجانب السياسي شنو ما أروح الانتخابات أنا أروح لجانب ببوصلة البرلمان بجانب سياسي أو كل سياسة كل أحزاب سياسية اني اطلع انتخابات اشترك بها. لذلك احنا نشوف انتخابات مجالس النواب هي اكثر بالمشاركه نسبه اكثر من مجالس المحافظات لان يعني المواطن ما عاد تنطلع عليه هاي اللعبه. القضيه الاخرى المحافظين ثلاث اربع محافظات يعني بصره كربلاء كوت بصره نينوى هاي ما راح تخضع الى التحالفات زين ابدا ما راح تخضع هم المحافظين يا كتله اقرب لهم ايديولوجيا سياسيا حزبيا راح يكون الاستقطاب على هذا الاساس اما التحالفات راح تخضع لها المحافظات الاخرى ومن ضمنها بغداد لكن البوصله الان للاطار التنسيقي هي ما بين دوله القانون ونبني ومبارك لهم مبارك للمرشحين اللي فازوا لكن نطلب من عندهم اداء عملي يقنع المواطن ويقنع الجمهور لأنه الانتخابات المقبلة للبرلمانية على الأبواب شئنا أم أبينا فعليهم أن يعطون صورة مغايرة أن يشتغلون مع المواطن يكونون قريبين على المواطن والكتل السياسية عليها أن تتحزم حزامين
للبطاقات الانتخابيه، مو تريدون نسبه مشاركه، وهسه طلعتوا نسبه المشاركه من البطاقات، اذا انتم هيك عندكم يعني مع المفوضيه يعني تاخذون البطاقات من نسبه المشاركه، ذبوا حيلكم على البطاقات، روحوا للناس اقنعوها، خلي تحدث، يلا تجون تريدون من الانتخابات، شلون تريدون من عندها نسبه مشاركه وانتم ما كنتوا قريبين عليهم بوقت التحديثات للبطاقات البايومتريه والبطاقات. طيب اترك البطاقه دكتور محمد، اكو نقطه كلش مهمه، انتم ليش مشربين بالبطاقه البايومتريه؟ خو تعال للبطاقه الموحده بها معلومات ادق وطالعه من وزاره الداخليه، تعتبر هذه بطاقه انتخابيه والمواطن ما راح يبيعها، ما راح تكون بها المتاجر اللي يعني يخاف عليها المستمسك الوحيد القوي الى جنسيه تعتبر. انتم مخلين هاي البطاقه ليش معتمديها؟ لانه اذا ما حدث بكره بالساعه الاخيره ممكن يتعدى الراي يقول انا راح اطلع انتخب، يشوف الاعلام يشوف الناس طلعت يروح ينتخب، اذا هو محدث ما ينتخب، لكن اذا على البطاقه الوطنيه وهي بجيبه يروح ينتخب. طبعا هاي نسبه المشاركه في الدول العالم هي البطاقه هاي حقيقه البطاقة هم خلي يفهمونها، خلي يفهمونها، تفكير الناس تغير. انت اليوم ثقلت لي جيب المواطن بجيبه جزدان، مخلي البطاقه الموحده ومخلي البطاقه التموينيه ومخلي الاجازه والفيزا كارد، صار هالقد حتى جيب قام يهدل مالته مالت المواطن من هالبطاقات. خففوا عبء عن المواطن يا اخوان، شعروا بالمواطن انه هاي البطاقه هي ما عادت يعني تنفع بقدر ما تنفع البطاقه الموحده، لا تنباع ولا تنشر ولا اكو تزوير بها ولا هم يحزنون. ان شاء الله ان شاء الله من يسوي لهم مؤتمر صحفي مرتب وتطلع النتائج حلوه بعدين نفكر بهاي ان شاء الله. مخابرك ان شاء الله بوجود مخابرك. مخابرك انت بتاخذ رايك ما تكتب والله مخابرك مخابرك والله القصه هي يعني. هو هسه المفروض صحيح. عموما انا اشكرك استاذ محمد العقيلي وشكرا للسيد محسن الموسوي وشكرا للسيد عمار البهاد اللي فزتوا، مبروك عليكم، مبروك ان شاء الله موفقين بايامكم القادمه. تأكدوا تماما أن الناس اللي فوزتكم راح تباوع لكم يومية، وتأكدوا تماما أنه هاي الناس هي جوهر العملية الديمقراطية اللي يعني انبنت عليها المرحلة. لا تخلونا نخسر هذا الوضع اللي إحنا به اليوم، 41 28 مثل ما يقولون الإخوان. هي بالتالي روح العملية الديمقراطية هي الانتخابات. الناس شو تريد من الانتخابات؟ تريدك تشوفك تشتغل، والا ليش انتخبوا بعض المحافظين؟ انا ادري بعض المحافظين عندهم قوه ماليه وعندهم شغل غير شكل هذا، والا اكو بعض المحافظين عندهم تجربه ناجحه وراحت الناس انتخبتهم والاف الناس راحت انتخبتهم. خلوا ذولا يصيرون نموذج لكم، مو النموذج انه بعد كم يوم راح تتعاركون على منو ياخذ المحافظ ومنو ياخذ نائب المحافظ. في امان الله.